بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ذرهم، شوف الأمر الإلهي كم فيه من نصائح لنبينا عليه الصلاة والسلام. ما تضيعش وقت، ما يكنوا لك إلا البغض، وما يصفوك إلا بما ليس فيك. شاعر وكذا ينقل الكتاب هذا من جماعة غير عرب، تكيفاش يكون ينقل العربي هذا كتاب عربي مبين، ينقلوا عن الناس لا جاهلة بالعربية ما يدلوش الثنية. ها مالا، قالوا يجيب فيه في غفلة منا ما عند ناس غير عربي، ناس غير عربيين، وهو كتاب مبين بلغة لغة اختارها ربي من جملة اللغات. وتحبوا محمد عليه الصلاة والسلام يهدي ويجيب في غفلة منكم كتابا يقول إنه من عند الله منزله الله عن طريق أمين الوحي عليه السلام وهو سيدنا جبريل عليه السلام، لاركانج جابرييل كولابي دالله سوا سور لوي بور توجور، والسلام علينا أهل التوحيد والإيمان والإسلام.